نجاتي وآية الجبار أحفاد طه المصطفى المختار. الله ميزهم وأعلى شانهم فتخلدوا في الأرض كالأقمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأحبة، نرحب بكم بأجمل ترحيب وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم سفن النجاة. كل الهلا بكم أحبتنا مشاهدينا الكرام، يا هلا بكم في حلقة اليوم. نتمنى أن تكون حلقة مميزة بوجودكم ويانا. في بداية هذه الحلقة لا تكون مشاهدينا الكرام الخلافات الفكرية أو الخلافات على كرة القدم أو الخلافات اللي ممكن تكون بين الأخوة والأحبة مثار ضغينة وحقد في قلوبنا أو في قلوب الآخرين تجاهنا. يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان جالسا في يوم من الأيام في مسجده وحوله جماعة من المسلمين، وقال لهم الرسول الأكرم: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، رجل من أهل الجنة سيدخل عليكم الآن. وفعلا دخل رجل إلى المسجد، وكان هذا الرجل تقطر من لحيته قطرات الوضوء. وفي اليوم الثاني نفس الكلام: سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة. وفي اليوم الثالث كذلك. هنا أحد الجالسين قرب رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ماذا يمتلك هذا الرجل ليكون من أهل الجنة؟ فدنا من هذا الرجل وقال له: يا أخي أريد أن أبيت عندك الليلة، أريد أبات يمك هاي الليلة. فوافق الرجل وذهب معه إلى منزله. لما راح المنزل وجد هذا الرجل أنه تصرفاته عادية، صلاة طبيعية، يصلي الصلاة الواجبة، ما شاف عنده فد شيء خارق مثلا للعادة أو مثل ما متوقع هو. فقال له: أهذا هو عملك حيث يقول عنك الرسول الأكرم إنك من أهل الجنة ويبشرك بالجنة؟ قال: نعم، هذا هو عملي، هاي الأعمال اللي أؤديها. وعندما أراد أن ينصرف هذا الرجل من بيته ناداه وقال له: اسمع يا أخي، أنا لا أبيت في ليلة من الليالي وفي قلبي غل على أحد من المسلمين، أنا ما أبات يوم من الأيام وبقلبي غل أو حقد على أحد من إخواني المسلمين. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الحقد ألأم العيوب، والحقد مثار الغضب، والحقد من طبائع الأشرار، الحقد من طبائع الأشرار، والحقد شيمة الحسدة، الحقد شيمة الحسدة. يقول الله سبحانه وتعالى مشاهدين الكرام في كتابه الكريم في سورة الحشر الآية العاشرة: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بالمناسبة لمن يكون ممكن الغل؟ هسه مو بس الغل، الغل ولا الابتسامة ولا الفرحة ولا المحبة، لمن يكون للمقربين علينا، وإلا الشخص اللي ما تعرفه ممكن يكون هذا الشخص بعيد عليك أو حتى لا يهم أمرك ولا أمرك يهمه ولا يدري بك موجود أصلاً على وجه الكرة الأرضية، يعني كأن يكون في بلاد أخرى ما يهم أمرك. إذن منو اللي ممكن يكون الحقد تجاهه أو الغل تجاهه أو حتى المحبة وغيرها من الأمور؟ هو الشخص اللي نعرفه، صح؟ الشخص اللي قريب علينا واللي تعرفنا عليه. لذلك خلينا نكون أكثر يعني ود للي حوالينا، وانتوا اللي حوالينا خليكم أكثر ود ويانا. والحياة هي يعني أيام معدودة وتخلص، وإن شاء الله نكون خير سند لبعض. بالمناسبة مشاهدينا الكرام، أقل الناس راحة الحقود، هكذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام، أقل الناس راحة الحقود. واجتمع كل الأنبياء وكل المصلحين على كلمة: أن تحب لغيرك ما تحب لنفسك. اللي يحب الغيرة ما يحب لنفسه، أكيد الغل، وبالذات طبعا لما يكون الغل والحقد بين الأقارب فهي مشكلة وطامة كبرى. لذلك علينا أن نزرع
المحبة ومثل ما قلنا للي حوالينا واللي نعرفهم واللي مقربين علينا، ونكون خير عون وسند لهم، وما ياخذون من عندنا غير الحب وما ناخذ من عندهم غير الحب والابتسامة. أحبتنا مشاهدينا الكرام، مثل ما عودناكم في كل حلقة أنه في بداية الحلقة تكون آيات من الذكر الحكيم، فلنشاهد معا ولنستمع معا مشاهدينا أحبتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من سورة الفرقان آية 28 إلى آية 37، فلنستمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم. سفن النجاة سفن النجاة. حياكم الله أحبتنا مرة أخرى في برنامجكم سفن النجاة، ونتمنى لكم إن شاء الله جميعا الفوز ويانا في حلقتنا لهذا اليوم. مثل ما تعرفون أحبتنا أنه برنامجنا هو برنامج أسئلة، بالبداية راح تكون أسئلة السرعة اثنين من الأخوة والأخوات، وراح نشوف منو اللي راح ينقط الآية القرآنية أسرع راح يفوز ويانا. أما بالنسبة لأسئلة المجموعات فراح تكون ثلاث أسئلة، ولا تنسون عندنا السؤال الأسبوعي، والآن سيظهر السؤال الأسبوعي على الشاشة اللي
يعني يتسنى لكم المشاركة والإجابة على هذا السؤال. خلينا نشوف مشاهدينا الكرام السؤال لهذا الأسبوع، وسؤالنا الأسبوعي هو: المسابقة الأسبوعية بكم سورة قرآنية مباركة ذكر لفظ آل فرعون؟ آل فرعون بكم سورة قرآنية ذكر هذا اللفظ؟ للمشاركة ارسال رسالة نصية تحتوي على الإجابة واسم المتسابق الثلاثي على مود تشابه الأسماء، والمحافظة على الرقم الظاهر على الشاشة أحبتنا مشاهدينا، واللي هو 07-4358 مكعب 9 مكرر 9. كل الهلا بكم أحبتنا، ونتمنى لكم الفوز ويانا في برنامجنا لهذا اليوم، برنامج سفن النجاة. هسه خلينا ناخذ أول اتصال بالنسبة لأسئلة السرعة، ناخذ اتصالين طبعا. الاتصال الأول خلينا نشوفه من منو. ألو، السلام عليكم. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا، كل الهلا. أهلا وسهلا بك، رحم الله. الله يبارك بيك، منو يانا؟ زينب من بغداد. زينب، زينب شنو اسم الوالد لو سمحتي؟ إبراهيم. زينب إبراهيم، كل هلا بيك يا زينب. يمك تلفزيون صح؟ لو يوتيوب دتباوعين؟ لا لا، تلفزيون إن شاء الله. حياك الله، إذا ابقوا ويانا، خلينا نشوف المتسابق الآخر. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله وكل الهلا بيك. رحم الله والديك كثير. الله يرحم والديك، شكرا جزيلا. من ويانا؟ نرجس من كربلاء. نرجس من كربلاء، حياك الله يا نرجس وكل الهلا بيك. نرجس بس اسم الوالد لو سمحتي. نرجس صالح. نرجس صالح، حياك الله يا نرجس. وخلينا نرجع للأخ زينب. زينب تسمعيني؟ إن شاء الله. إن شاء الله. يلا مستعدة يا زينب إن شاء الله؟ إن شاء الله. إن شاء الله راح تظهر لك آية قرآنية غير منقطة، وحضرتك تنقطين هذه الآية والآية. تفضلي، ظهرت على الشاشة. بسم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. إجابة موافقة صحيحة، والوقت 10 ثواني. وخلي نشوف الأخت نرجس من كربلاء. نرجس. نعم عيني. المهمة ما صارت شوية بها صعوبة، لأن 10 ثواني وقت قياسي نعتبره. صحيح. تمام؟ ها مشاهدة البرنامج. جاي. شاهدت البرنامج، لازم أقل من 10 ثواني. إيه يعني 10 ثواني وقت قياسي نعتبره، والأخ زينب جاوبت ب10 ثواني. يلا شد حالك، شو راح تظهر الآية القرآنية على الشاشة الآن، وننتظر من حضرتك الإجابة. تفضلي، هذه الآية القرآنية ظهرت الآن. بعد ما طلعت. ولو يرى إذ وقفوا على ربهم قالوا أليس هذا بالحق. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق. 9 ثواني طبعا، بس عندك وقفوا قلتي، وهي وقفوا. وقفوا. نرجس. نرجس. نعم. فرق بين شو؟ بين الأخت ثانية وعندك خطايا صغيرونة. أي. نعتبرها تعادل لو نعتبرها جاوبتي؟ لا تعادل، فينا نفوز. لا، إذا تعادل اثنين شن دخلن قرعة. ها. أي. وفة. يعني تتفوزين وهي تدخل قرعة، لو اثنين شن قرعة؟ والله ما أدري، هذا سؤال صعب. أنا أتمنى كلها تفوز. إن شاء الله كلها تفوز. يلا إذا نستاهل. والنعم منك، والنعم منك. لهذا كلامك أنت فزت ويانا، والأخت دخلت قرعة. وشون أستاذ المخرج؟ ها، ولا وحدة تفوز ويانا لأن تعادل؟ لا، إن شاء الله الأخت نرجس فازت ويانا، والأخت زينب دخلت القرعة ويانا. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. شكرا جزيلا يا نرجس، شكرا جزيلا يا زينب، نتمنى لكم الفوز ويانا. يعني صار الحظ للأخت زينب، دخلت القرعة ممكن تفوز، أما الأخت نرجس ففازت ويانا بفرق ثانية واحدة فقط. خلينا نكمل وياكم مشاهدينا الكرام، وناخذ الاتصال الآخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله وكل هلا بيك، شلونك يا حبيبي؟ الله يحييك، شلونك؟ الله يبارك بيك، من ويانا؟ حيدر خضير من بابل. حيدر خضير من بابل، شلونك أبو كرار، شخبارك؟
الحمد لله الله يخليك. الله يوفقك إن شاء الله. شلون معنوياتك اليوم يا حيدر؟ الحمد لله الحمد لله. اليوم يمكم مطار ما يمكم؟ اليوم لا مغيمة بس البارحة شوية مطرت. اليوم بس مغيمة عليكم ها؟ إيه إيه. عيد مطري ومطري. يلا يلا يا حيدر خليك ويانا وخلي نشوف المتصل الآخر. فريال من بغداد، السلام عليكم فريال. قطع الاتصال ويا الأخت فريال، نطلب من حضرتها أن تعاود الاتصال بينا ونروح الاتصال آخر. ألو السلام عليكم. نعم السلام عليكم. ألو، كان عندنا اتصال من الأخت فريال وفقدنا هذا الاتصال. حيدر باقي أنا على الاتصال ونشوف اتصال آخر. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. هم حيدر لو نعم. محسن محمد علي. أهلا وسهلا بك يا محسن محمد علي من كربلاء. شلونك يا أخ محسن؟ الحمد لله، جعلنا الله وإياك من المحسنين. إله أمين رب العالمين أجمعين. قالوا إنا نراك من المحسنين، هيك بسورة يوسف. نعم. هي كانت الآية؟ خير إن شاء الله. نعم. تأويل الأحلام. نعم. يلا يا أخ محسن خليك ويانا، خلينا نشوف الأخ حيدر بش قد راح يجاوب. حيدر مستعد إن شاء الله؟ إن شاء الله. يلا يا حيدر، الآن الآية ستظهر على الشاشة، تفضل الإجابة. نعم. حيدر. نعم. يلا ظهرت الآية، تفضل. معكم معكم معكم. أي نعم. فلما جئناهم إذ هم يتبعون في الأرض بغير الحق. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إجابة صحيحة بـ 17 ثانية فقط. تحياتنا إليك حيدر وخليك ويانا. والأخ محسن مستعد إن شاء الله؟ إن شاء الله. وقت عندك وقت محترم أعتبره، 17 ثانية وقت جيد جدا. الله يرحمك ويرحمه إن شاء الله. والآية الآن ستظهر على الشاشة وتفضل للإجابة. يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ولله يسجد من في السماوات والأرض. يسجد مو يسجد، يسجد يسجد. نعم أحسنت. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. إجابة موفقة وصحيحة. شقد كان الوقت؟ 10 ثواني و17، يعني فرق 7 ثواني. إذا 4 كان يدخل ويانا الأخ حيدر، لكن يا حيدر حظ أوفر في حلقات أخرى إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك، مبارك للأخ محسن الفوز ويانا مباشرة في حلقتنا لهذا اليوم. طبعا أحبتنا أذكر أنه إذا كان بين متسابق ومتسابق 4 ثواني أو 3 ثواني الشخص الآخر يدخل قرعة، أما اللي تكون وقته بالإجابة أقل فهو فايز مباشرة بدون قرعة. يعني هسه لحد الآن عندنا فقط الأخت زينب دخلت القرعة. هسه راح أروح إياكم لأسئلة المجموعات. أسئلة المجموعات 3 أسئلة، إذا جاوب عليهم 3 هين يفوزوا ويانا، إذا جاوب على 2 يدخل قرعة، وإذا جاوب على 1 نقول له حظ أوفر. يلا خلينا ناخذ الاتصال الأول. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله وكل هلا بيك. الله يحفظكم. الله يبارك بيك. من ويانا؟ أم حسين من بغداد. تقى؟ أم حسين جنان. أم حسين من بغداد. أم حسين شلونك؟ الحمد لله. الله يبارك بيك. الحمد لله بخير وبركة إن شاء الله. أم حسين تتوقعين إن شاء الله راح تجاوبين على 3 أسئلة؟ والله أنا حبيت أدخل باختبار الآية اللي بدون نقاط. آية بدون نقاط. تمام. لكن انت وصلت ويانا بحلقة اليوم بأسئلة المجموعات، وعلى الجايات إن شاء الله الحلقات الجاية إن شاء الله تحصلينا بأسئلة التنقيط إن شاء الله. إن شاء الله. يلا خلوا روح وياك بالسؤال الأول في أسئلة المجموعات، والسؤال الأول هو يا أم حسين. نعم. ما رقم الآية سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم في سورة محمد؟ هل هي الآية 3، الآية 5، الآية 9؟ 5.
سيهديهم ويصلح بالهم ويصلح بالهم. عندك من الوقت 30 ثانية. نعم. إذا يمش مصحف تلحقين. والله ما حضرت هو أنا ما بالي. شوفي لو محضرة مصحف كان لحقتي. أي نعم صحيح. كم إذا ثلاثة. عدش وقت باقي لك؟ لا عد تسعة. تسعة. ثبت على التسعة؟ إن شاء الله. سبحان الله، يعني اختاريتي ثلاثة والتسعة وعبرت الخمسة والخمسة هي الصح. يلا ماكو مشكلة، بقى عندي السؤالين. تمام؟ تمام. يلا نروح للسؤال الثاني. والسؤال الثاني للأخت أم حسين من بغداد هو السؤال التالي مشاهدينا الكرام. خلينا نشوف السؤال الثاني. في أي سورة قرآنية ذكرت الآية ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر؟ في أي سورة؟ هل هي سورة القمر، سورة الطور، سورة النجم؟ سورة الطور. شوفي شوفي بالنذر. إذن القمر. زين ذكرتك مو؟ أي نعم لأن الرأس. جيد. في سورة القمر. ذكرتك، وأنت ما ذكرتيني من رحت لهناك كان وقعت من السفينة. تمام. يلا خلينا نشوف الإجابة. إذن الأخت تقول هي في سورة القمر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، وهي في سورة القمر الآية 36. إجابة صحيحة. بقي لديك يا أم حسين سؤال واحد وهو الأخير، وهذا السؤال اللي راح يضمن دخولك القرعة. إن شاء الله مستعدة؟ إن شاء الله. إن شاء الله. يكنى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام علي بأبو الحسن الأول، أبو الحسن الثاني، أم أبو الحسن؟ أبو الحسن. لا أبو الحسن الأول على الأكثر، بس أنا ما سامع الأئمة أنا أول. الإمام علي هل هو أبو الحسن الأول أم أبو الحسن الثاني أم أبو الحسن؟ أبو الحسن. أنا حسن. من هو أبو الحسن الأول؟ أبو الحسن الأول في بغداد. يعني يمكم 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 في بغداد. يعني من الأئمة قصدك؟ نعم نعم. أبو الحسن الأول هو الإمام الكاظم. الإمام موسى بن جعفر. الكاظم، أحسنتي. وأبو الحسن الثاني هو الإمام الرضا. أبو الإمام الرضا. نعم نعم. فيكون أبو الحسن أو أبو الحسن هو أمير المؤمنين عليه السلام. نعم. تتوقعين إجابتي الصحيحة؟ إن شاء الله. إن شاء الله. نعم يا أم حسين إجابتي الصحيحة ودخلت ويانا القرعة. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. ربي يحفظكم. الله يحفظك. إذا مشاهدينا الكرام، أبو الحسن الأول هو الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وأبو الحسن الثاني هو الإمام الرضا عليه السلام، وأيضا الإمام الهادي يكنى بأبي الحسن الثالث، الإمام الهادي أبو الحسن الثالث. أما أبو الحسن فهو أمير المؤمنين عليه السلام. صلاح حسن من بغداد، السلام عليكم أخ صلاح. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا حبيبي؟ شو صحتكم؟ زينين إن شاء الله. الله يوفقكم. الله يوفقك. يوفقكم إن شاء الله حبيبي. شكرا جزيلا. شكرا جميل. لطيب دعواتك حبيبي. الله يوفقك ويكثر خيرك الجميع إن شاء الله. شو وقت أخير مرة واحد قال لك ويكثر خيرك؟ قبل حوالي شهرين. منو قال لك؟ والله بس ما تطلع الصورة واكثر، ولا انا بثواني اكملها، ثواني مال الصور المنقطة. لا مالي يكثر خيرك، ايش وقت اخير مرة واحد قال لك يكثر خيرك؟ والله دائما من اتصل يا جماعة. ماكو احلى من هاي. الله هو شوف ذني اكو، سبحان الله اكو كلمات بسيطة بس هي حلوة. مثل بسوريا من تشتري شي يقول لك الها فتاة في أحسن. يعني في نفس الإنسان، في نفس المؤمن. أحسن. إن شاء الله. بسوريا من تشتري من عنده شي يقول لك، يقول لك معوضات إن شاء الله، تحس حتى ما صارف تصرف مرة ثانية. حبيبي يلا خلينا نروح للسؤال الأول في المجموعة الثانية يا أخ صلاح. الأول هو إن شاء الله. نعم. إن شاء الله. السؤال الأول في المجموعة الثانية هو ما رقم الآية نزلا من غفور الرحيم الواردة في سورة فصلت؟ آية 32، آية 35، آية 37. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
ولكم 32 فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم. شلون عرفتها 32؟ 32 إن شاء الله. شلون عرفتها؟ مو أنا دائما أقرأ القرآن بس إذا كانت ما شاء الله ما شاء الله. إذن هي الآية 32 من سورة فصلت، إجابة موافقة وصحيحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. السؤال الثاني، السؤال الثاني هو في أي سورة ذكرت الآية المباركة إنه كان في أهله مسرورا؟ إنه كان في أهله مسرورا. سورة الانفطار، سورة الانشقاق، سورة الطارق. سورة الانشقاق. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه في كان في أهله مسرورا. في الانشقاق؟ انشقاق إن شاء الله. إذن مشاهدين الكرام، الأخ صلاح يقول هذه هي في سورة الانشقاق الآية القرآنية إنه كان في أهله مسرورا، والإجابة صحيحة. صار عندك 2 من الإجابات الصحيحة وبقي لديك إجابة واحدة إن شاء الله. إن شاء الله. السؤال الأخير حاليا ضمنت دخول القرعة، والسؤال الأخير لفوزك. في أي سنة بات أمير المؤمنين عليه السلام في فراش رسول الله صلى الله عليه وآله؟ 10 للبعثة، 14 للبعثة، 15 للبعثة؟ 10 للبعثة. طبعا عرفت هذه الليلة بليلة المبيت، ليلة المبيت إن شاء الله. وضحى أمير المؤمنين بنفسه في سبيل نصرة رسول الله ونصرة الإسلام إن شاء الله. نعم، ونزلت آية ومن يشري، نعم، آية الشراء في سورة البقرة نزلت في حق أمير المؤمنين عليه السلام. نعم، عندك 10 وعندك 14 وعندك 15 والوقت راح يخلص. 10 10 إن شاء الله. 10 ثبت على 10 إن شاء الله. ثبتنا على 10 ودخلت ويانا القرعة لأن الإجابة الصحيحة هي 14 للبعثة. تحياتنا. طبعا هذا سؤال ممكن يكون به يعني 10 للهجرة، كانت نقدر نقول بيعة الغدير، فأنت من هذا الباب من هذا الباب انت أخذت رقم 10 لكن هي 14 للبعثة. حياك الله، شكرا جزيلا لحضرتك يا أخ صلاح. نعم مشاهدين الكرام، عرفت هذه الليلة بليلة المبيت، وهي الليلة التي بات فيها الإمام علي عليه السلام في فراش النبي محمد صلى الله عليه وآله بدلا عنه، وذلك حينما أراد مجموعة من مشركي قريش الهجوم على بيت النبي صلى الله عليه وآله من أجل قتله طبعا، فبطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله بات الإمام أمير المؤمنين في فراشه، وبهذه الطريقة لم يحصل المشركون على مبتغاهم من قتل رسول الله صلى الله عليه وآله، واستطاع النبي في هذه الليلة الهجرة إلى يثرب، يعني بنفس هذه الليلة هاجر النبي صلى الله عليه وآله إلى يثرب. وقد ذكر مجموعة من المفسرين بأن آية الشراء نزلت في حق أمير المؤمنين عليه السلام، وذلك لأنه فدى بنفسه رسول الله صلى الله عليه وآله. وذكرت المصادر التاريخية أن هذه الحادثة مشاهدين الكرام وقعت في الليلة الأولى من ربيع الأول في سنة 13 أو 14 من البعثة. إذن 14 للبعثة هي الإجابة الصحيحة. المجموعة الثالثة واتصال آخر من أم علي. السلام عليكم أم علي. السلام عليكم. حياك الله، كل هلا بيك، نورتينا وشرفتينا. شكرا جزيلا. الله يبارك بيك. منين يا أم علي؟ من كربلاء. من كربلاء، كل هلا بيك أم علي. عندك 3 أسئلة وإن شاء الله مستعدة للإجابة إن شاء الله. يلا خلينا نشوف السؤال الأول ويا أم علي مشاهدينا الكرام، وأنتم أيضا باستطاعتكم أن تجيبوا على هذه الأسئلة مشاهدينا، واللي مأيس يقول ما حصل نقول له لا تأيس وحاول أن تتصل وتحصلنا. يلا أم علي السؤال الأول. نعم. بكم سورة قرآنية ذكر لفظ بكل شيء عليم في القرآن الكريم؟ بكل شيء عليم. 10 سور، 15 سورة، 17 سورة؟ بكل شيء عليم. 10، 15، 17؟ نعم.
عندك من الوقت باقي 15 ثانية يا أم علي من كربلاء. بكم سورة ذكر لفظ بكل شيء عليم؟ طيب يلا انتهى الوقت. لا لا بعد انتهى الوقت عندي. 17 ثبت ان شاء الله. إذن كانت الإجابة مشاهدين الكرام 10 و15 و17، والإجابة الصحيحة هي 15 يا أم علي. راح السؤال الأول عليك، بقى عندي السؤالين إن شاء الله يدخلنش القرعة. تمام إن شاء الله. نعم، هي في سورة البقرة والنساء والمائدة والأنعام والأنفال والتوبة والنور والعنكبوت والأحزاب والشورى والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والتغابن. عدا هذه السور لن تجد لفظ بكل شيء عليم. يلا نروح للسؤال الآخر. في أي آية أو في أي سورة ذكرت الآية المباركة لتسلكوا منها سبلا فجاجا؟ سورة نوح، سورة الجن، سورة المزمل. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. سورة نوح إن شاء الله. نعم، سورة نوح. سورة نوح إن شاء الله. سورة نوح، إذن اختيارك هو سورة نوح. نعم نعم. في أي سورة ذكرت الآية لتسلكوا منها سبلا فجاجا؟ والإجابة صحيحة. حياك الله يا أم علي. بقى عندي سؤال واحد يدخلش القرعة، والسؤال الأخير إن شاء الله. مستعدة؟ إن شاء الله. إن شاء الله، يا الله توكلنا عليك. من ألقاب أمير المؤمنين عليه السلام، وعندك 30 ثانية. يعسوب الدين، أبو الحسنين، أبو الحسن. من ألقاب أمير المؤمنين يعسوب الدين، أبو الحسنين، أبو الحسن. يعسوب الدين إن شاء الله. الدين. ليش ما أخذت أبو الحسنين؟ أبو الحسن هم يسموه أبو الحسن. يعني والله كل اللي يستاهل صلوات الله وسلامه عليه. لا بس ليش ما أخذتيهن يعني؟ إن كليتين يعني. مو إحنا قلنا ألقاب، ما قلنا كنا. آه. آه إيه يكنى بأبي. إيه أحسنتي. إجابة موفقة وصحيحة، ودخلت القرعة ويانا يا أم علي. يعسوب الدين أو يعسوب المؤمنين هو لقب لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. مشاهدينا الكرام، لقبه به رسول الله صلى الله عليه وآله، ومعناه معنى يعسوب الدين يعني كبير قومه وسيدهم، كبير قومه وسيدهم. فكما أن اليعسوب يكون دائما متبوعا من قبل سائر النحل وليس في الخلية إلا يعسوب واحد، هكذا هو أمير المؤمنين عليه السلام واجب الاتباع من قبل المؤمنين لأنه أميرهم، ولا ينبغي للمؤمنين ولا يعني أنه يأمرون غيره، فإمام الناس واحد ومرجع الدين واحد. فصلوات الله وسلامه عليك يا يعسوب الدين يا أمير المؤمنين. عباس نقدي من صلاح الدين، السلام عليكم. شلونك أستاذ؟ شلونك يا حبيبي؟ زينة. شو أخبارك أمورك؟ إن شاء الله بخير. مهني أمام حجة ومهني سعن الرام ومطر السامية بولاية سيد الصديقة فاطمة الزهراء عليه السلام صلوات الله وسلامه عليها، متباركين بولادتها الكريمة. حياك الله وكل الهلا بيك. أشكرك عمو. الله يبارك بيك. عندك المجموعة الرابعة وثلاث أسئلة إن شاء الله. مستعد يا عباس؟ إن شاء الله. إن شاء الله. يلا خلينا نشوف السؤال الأول. والسؤال الأول هو كم مرة ذكر لفظ المؤمنات في سورة الممتحنة؟ نعم الممتحنة، في هذه السورة كم مرة؟ ثلاث مرات، مرتين، مرة واحدة؟ ثلاث مرات. الممتحنة، نعم. آية ثلاث مرات. نعم. يا ممتحنة ممتحنك الله. خلاص نثبت الإجابة؟ نعم. عندك وقت، عندك 10 ثواني. وعندك ثلاث مرات، عندك مرتين، عندك مرة واحدة فقط. مرة واحدة فقط. ثبت على مرة واحدة هسه؟ نعم. يلا إذن نفس الإجابة للأخت الكريمة في بداية البرنامج، هم اختارت الأولى والأخيرة، ثلاث مرات اختاروا ومرة واحدة، والإجابة الصحيحة كانت في المنتصف.
آية 10 وآية 12. إذن الإجابة مرتين فقط يا أخ عباس. راح عليك السؤال الأول، بقى عندك سؤالين. يلا سؤالين ممكن دخلناك بسرعة. ناخذ السؤال الثاني. في أي سورة ذكرت الآية المباركة إن الإنسان لربه لكنود؟ إن الإنسان لربه لكنود، لكنود. سورة البينة، سورة الزلزلة، سورة العاديات. في أي سورة ذكرت الآية المباركة إن الإنسان لربه لكنود؟ سورة البينة. وإنه على ذلك لشهيد. سورة البينة. البينة نعم. يعني مو العاديات؟ لا. ولا طلعت العاديات؟ تطلع إجابتك صحيحة إذا العاديات إجابتك صحيحة. هسه البينة العاديات البينة دا أقول لك إذا العاديات إجابتك صحيحة يا عباس. عاديات. العاديات. يلا إجابة صح. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقى عندك سؤال أخير تمام؟ نعم. يلا سؤال أخير. كم خطبة للإمام علي عليه السلام إعجازية بالحروف؟ يعني الخالية من حرف الألف، والخالية من النقاط، الخالية من حرف الراء. ثلاث خطب؟ نعم. خمسة، سبعة. خمسة. نعم. يعني الخطب اللي عند أمير المؤمنين الخالية من حرف الألف، من النقاط، من حرف الراء. ثلاثة لو خمسة لو سبعة. شوية ساعدنا عمه. ها؟ ساعدنا شوية. راح يخلص الوقت. ثلاثة اللي اختاريته كان مو صحيح. خمسة مو صح. ثلاثة لو سبعة. ثلاثة. ثلاثة. دخلت ويانا قرعة. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحياتنا لك يا حبيبي يا عباس، شكرا جزيلا لحضرتك وربي يوفقك إن شاء الله. خلينا مرة أخرى مشاهدين الكرام نشاهد معكم سوية السؤال الأسبوعي. طبعا سؤال الأسبوع دزوا الرسالة، لا تخافون دزوا الرسالة، مو لا تخافون، لا دزوا الرسالة. تعرفون ليش؟ لأن من دزوا الرسالة الاستقطاع مالتها حال أن تدز رسالة لأي شخص ثاني تمام؟ تقدر ترسل الرسالة مباشرة، ماكو أي ضرائب إضافية، حتى على اتصال بقناة كربلاء الفضائية أو بمجموعة قنوات كربلاء الفضائية بالمجمل ماكو ضرائب على اتصال، وإنما هو اتصال، يعني اللي عنده خدمة مباشرة يتصل بدون أي استقطاع. يلا خلينا نشوف السؤال الأسبوعي. خلينا نشوف السؤال الأسبوعي. المسابقة الأسبوعية بكم سورة قرآنية مباركة ذكر لفظ آل فرعون؟ المشاركة إرسال رسالة نصية تحتوي على الإجابة الصحيحة واسم المتسابق الثلاثي واسم المحافظة إلى الرقم الظاهر على الشاشة واللي هو 074358 مكرر 9 مكعب 9 يعني 5 9. بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية للإجابة بكم سورة قرآنية مباركة ذكر لفظ آل فرعون، واللي راح تكون إجابته صحيحة أكيد راح يدخل القرعة ويانا، ونتمنى له الفوز في نهاية المسابقة الأسبوعية. متواصلين معكم أحبتنا ورجعنا وياكم إلى أسئلة شنو؟ أسئلة السرعة. أسئلة السرعة. إذن أسئلة السرعة مشاهدينا الكرام، وخلينا نشوف منو أول شخص راح يكون ويانا. ألو. نعم يلا راح ناخذ أسئلة المجموعات بما أنه الوقت يداهمنا. ناخذ السؤال الأول أو المشترك ونشوف الأسئلة. السلام عليكم. ألو. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. يعني لحد الآن ماكو اتصال ربما، وراح ننتقل من أسئلة السرعة. يعني بالعادة احنا يكون أسئلة السرعة وناخذ اثنين من المتصلين، لكن بما أنه الوقت محدود لنهاية الحلقة راح ناخذ أسئلة مجموعات، يعني راح ناخذ شخص واحد ونشوف من ويانا. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله وكل هلا بيك. أهلا. من ويانا؟
وفاء حمادي. وفاء حمادي طبعا انت المتصله الاخيره يا اخت وفاء، وعندك ثلاث اسئله لازم تجاوبين عليها كلها ان شاء الله. ان شاء الله مستعده؟ ان شاء الله. ان شاء الله. وفاء من كربلاء مو بابل؟ ها من بابل، حياك الله وكل هلا بيش. اذا خلينا نشوف السؤال الاول للاخت وفاء حمادي من بابل، والسؤال الاول لحضرتك هو السؤال التالي. يلا خلينا نشوف السؤال. يلا. كم مره ذكر الفيل في القران الكريم؟ ست مرات. عدش لا تستعجلي، عدش 30 ثانيه. ست مرات، ثلاث مرات، مره واحده. كم مرة ذكر لفظ الفيل في القرآن الكريم؟ ست مرات، ثلاث مرات، مرة واحدة. مرة واحدة. في أي سورة؟ فيل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. يلا ثبت الإجابة يا وفاء. ثبت. ثبتنا الإجابة، والإجابة الأولى الصحيحة. اللهم صل. السؤال الثاني يا وفاء. نعم. السؤال الثاني حضرتك، في أي سورة قرآنية مباركة ورد وأبونا شيخ كبير في القرآن الكريم؟ في سورة النمل، سورة القصص، سورة الأحزاب. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. قصص، النمل، الأحزاب. سورة القصص. سورة القصص إجابة ثانية صحيحة. بقي لديك سؤال أخير، حاليا ضمنت القرعة، بقى عند السؤال فوزج إن شاء الله. نبي تزوج بنت نبي، فمن هو ذلك النبي؟ هل هو النبي موسى أم النبي يوسف أم النبي يحيى؟ خفضي لصوت التلفزيون يا وفاء. نبي تزوج بنت نبي، فمن هو؟ نبي موسى. بالسؤال قبله هو صح؟ السؤال قبله كان وي وي بنت النبي شعيب. اي نعم. اذا اجابه صحيحه اخيره، ومبارك لك الفوز ويانا، كنت اخر متسابقه ويانا يا وفاء. تحياتنا لكل اهلنا في بابل وكل اهلنا في محافظاتنا الحبيبه وطننا العراق. اذا مشاهدينا الكرام احبتنا، خلينا الان نجري القرعه ونشوف منو اللي راح يفوز ويانا من بعد ما ناخذ فاصل صغير كلش على مود نجري القرعة. يعني راح ناخذ فاصل صغير مشاهدين الكرام على مود يجيبوا لي الأسماء اللي دخلت ويانا القرعة. ها اعطيني الأسماء بلا زحمة. عاشت ايدك، شكرا جزيلا. إذا هاي الأسماء مشاهدين الكرام، اجتني الأسماء وخلي نشوف منو اللي راح يفوز ويانا. طبعا عندي 1 2 3 4 5 خمس أسماء اللي دخلن ويانا قرعة، واليوم راح أجري القرعة بدون صندوق، يعني راح أخلي الأسماء هيك وأبدي أقلب هذه الأسماء بهذه الطريقة، لأن خمس أسماء يعني يكونن قليلات، وراح شنو أختار واحد من هذه الأسماء، واختاريت هذا الاسم ونشوف منه اللي راح يفوز ويانا. أم علي من كربلاء، مبارك إليك الفوز ويانا يا أم علي من كربلاء، وحظ أوفر لكل الأخوة والأخوات اللي شاركونا في حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى لهم الفوز ويانا بحلقات أخرى إن شاء الله. شقد باقينا من الوقت أستاذ؟ شقد باقي من الوقت؟ إذا المشاهدين الكرام، كما بدأنا في هذه الدقائق الأخيرة من هذا البرنامج، كما بدأنا في حلقتنا لهذا اليوم وتحدثنا عن الحقد، يعني أخذنا الحقد في كلام أمير المؤمنين عليه السلام وفي آيات قرآنية مباركة، وتحدثنا عن هذا الموضوع وكيف أنه يكون ممكن الغل في قلوب الناس والحقد فيما بينهم. هنا بنهاية الحلقة أريد أخذ موضوع المزاح اللي يكون بين الأخوة والأخوات،
واللي ممكن أيضا هذا المزاح يثير الضغائن فيما بينهم، بالخصوص على وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. ممكن مرات الشخص يتكلم بكلام يعني مو قاصده، أو كلام لصديق آخر يريد يمزح وياه، لكن هذا الكلام يثير الضغينة والحقد في قلوب الآخرين. فكل كلام يريد ينطقه الإنسان أو يريد يكتبه خليه يحسب الحسابات، ربما كلمة تقتل إنسان، ربما كلمة تهدم عائلة أو تهدم مجتمع. لذلك عليه أنه قبل ما يكتب هذه الكلمة أو ينقل هذه الكلمة أو حتى يعلق على هذه الكلمة، بالمناسبة يعني أي كلام يكون على مواقع التواصل الاجتماعي، مجرد ما أنت علقت عليه حتى لو كان تعليقك إيجابي لكن المنشور سلبي، بخوارزميات السوشيال ميديا راح يوصل هذا، شنو راح يوصل مشاهدين الكرام إلى أصدقائك وينتشر كالناري في الهشيم كما يقولون. إلى هنا أحبتنا مشاهدين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا سفن النجاة. اللهم كلي وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. نلتقيكم إن شاء الله مشاهدين الكرام بالخير والمحبة والسعادة إن شاء الله. تقبلوا تحياتي مقدما للبرنامج رائد عبد الجبار، وهذه أجمل تحية من كل كادر، في أمان الله وحفظه ورعايته، مع السلامة. منذ ابتداء الخلق حلق نورهم بالعرش ينهل من سنة القهار، صاروا الإله بصولة الإيثار. سفن النجاة، سفن النجاة.